مرحبا بكم من جديد على قناة استثمار عرب. شكرا ل 8400 مشترك. النهاردة هنعمل مراجعة على موقع ماي اد اب، ازاي نقدر نسجل فيه وازاي نودع في الموقع وازاي نستثمر فيه. الموقع ده من المواقع اللي انا مستثمر فيها، من المواقع كويسة جدا، بقالها اكتر من شهرين بسحب منه، وهوريكم اثبات السحب في الفيديو ده. سريعا هنتكلم عن الموقع. الموقع ده باختصار اللي انت بتودع فيه مثلا 1 دولار او اكتر من كده، وبتبدأ تشاهد الاعلانات، بتاخد ربح منها وبتستثمرها تاني، بتقعد تستثمرها وتاخد العائد الربح بتاعك، وتبدأ تستثمر تاني وتاخد العائد الربح، وهكذا. الموقع مسجل فيه الكمية دي، مشاهدة الاعلانات اجماليها هو ده الرقم بتاعها، وهنا ده التوتال بيد اللي هو اتسحب من الموقع. الموقع ليه جروب تقدر برضو تتابعه، تضغط على كلمة ريجستر عشان نسجل حساب في الموقع. بتضغط هنا، بتكتب هنا اليوزر نيم، هنا فيرست نيم، لاست نيم، ايميلك، باسورد، بعد كده سبمنت، بيجيلك رسالة تفعيل على الايميل اللي انت سجلت بيه في الموقع. بعد كده بتدخل وتسجل حساب، تضغط على كلمة لوجن هنا، بعد كده بتدخل باليوزر نيم والباسورد، بعد كده بنضغط على كلمة لوجن. الجميل اللي في الموقع ده اللي ال1 دولار بيساوي 3080 من البي اي بي اللي هي الاعلانات، تمام؟ يعني انت لو استثمرت 1 دولار تقدر تاخد 3080 على الدولار الواحد بس. طب طريقة الايداع في الموقع، هنضغط على كلمة ديبوزيت اللي فوق دي، بعد كده هنا بتستثمر يا اما بالبيتكوين يا اما بالبرفكت موني يا اما بالبير، تمام. مثلا نستثمر بالبرفكت موني، هنودع مثلا 10 100 براحتك، تمام. انا انصح الناس تودع 5 دولار، تمام، وتضغط على كلمة ديبوزيت. بعد كده هينقلك على صفحة البرفكت موني، طبعا تبقى عامل حساب وفي البالانس بتاعك في البرفكت موني رصيد. تضغط على كلمة باي ناو، من هنا هيحولك على بنك البرفكت موني، بعد كده ميك بيمنت، وتسحب من الموقع ال5 دولار على حساب من حسابك على البرفكت موني، تمام. احنا كده عملنا حساب واودعنا فيه 5 دولار. بنروح على الصفحة الرئيسية من فوق هنا، بعد كده بتلاقي ال5 دولار نزلت لك هنا، تمام. بتعمل ايه؟ بتضغط على كلمة باي اد باك من هنا، بتبدأ هنا بيكون في خانة مفتوحة، بتبدأ تستثمر. يعني مثلا انت استثمرت 5 دولار، تقول له انا عايز بال5 دولار دي اعلانات، تمام. بعد ما عملت كونكت وخلاص نزلت الاعلانات، هتنزل لك هنا الاعلانات، بس مش هتشاهدها اول يوم، هتشاهدها تاني يوم بعد 24 ساعة هتلاقيها شغالة هنا، هتلاقي اعلانات هنا واعلانات هنا. دي اعلانات مجانية، ملهاش يعني ارباح كبيره، لكن الاعلانات اللي هي المدفوعه دي هي اللي بتبقى ليها ارباح. انت بتضغط عليها يوميا كل 24 ساعه، وبتلاقي الاعلانات رصيدها او الربح بتاعك بيبدا ينزل لك هنا، تمام. هنا في السحب بتضغط على كلمه ويزدرو من هنا عشان تسحب، تمام. بتسحب، دي طبعا الصعوبات بتاعتي في الموقع ده. اخر سحب اللي هي على الموقع اهو 4.85، تمام، 4.85 على البير، 1.10. لو رحنا هنا على الموقع 4.85 يوم 30/9، هو قعد يوم، هو السحب هنا بيقعد فترة يوم، او ممكن يجيلك اقل من كده، بس ده اقصى حاجة اللي هو بيقعد يوم وبيجيلك السحب على المحفظة بتاعتك، تمام. رابط الاحالة بتجيبه من هنا، تمام، بتاخد رابط الاحالة بتاعك وتبدأ تروج له وتنشر الموقع. موقع سهل جدا وتقدر تحقق منه ارباح. لو معاك حتى 1 دولار تقدر تحقق منه ارباح في الموقع. موقع جميل، بقاله اكتر من شهرين بيدفع، مفهوش اي مشاكل، يعتبر احسن موقع من المواقع الاستثمارية لتخصم الارباح، ماي اد اب. سؤال واي استفسار تقدر تسيبه اسفل الفيديو او تواصل معي على الصفحة الخاصة. شكرا ليكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.